كان اكتب لك مشكله صغيره اسمها التيار الصدري موجود في الخارج. يعني الان يقال بانه طبعا لدينا ربما احتمال اسمع على حالك يقال بان هناك شطر من التيار الصدري موجود من الجيش المهدي موجود في ايران وبعضهم ربما موجود في سوريا وقد ثله موجوده في اساس بعض الاحداث التي وقعت. يعني دعوتك الى هؤلاء ماذا تقول لهم؟ انا يعني انا سمعت من المالك مباشره من السيد رئيس الوزراء مباشره سمعت منه يقول هذا العراق مفتوح للجميع لا. ليس لدينا اي مقاصمه سياسيين زبقولها مثل ما نقول شو زبقول انا يابا ذول الجايين يريدون يرجعون يقتلون بشسمه بالمثقفين وبالعراقيين وبالحكومه. اي واحد يرجع من جيش المهدي او خاء او من التيار الصدري يرجع للعراق ويقتل اي عراقي انا براء منه الى يوم الدين. واتمنى من الحكومه ان تفتح لهم الباب للرجوع لكي يتمكن لهم السير بالتكامل الثقافي والعلمي والإعمار. نعم. أكثر من ذلك ما أقدر أقول. ممتاز.